خالص تواجد اليوم ممثلا لسيدي صاحب السمو امير البلاد المفدى حفظ الله ورعاه في انطلاق المعرض 11 للمخترعين. هذا المعرض الذي يتبناه النادي العلمي منذ فتره، وسنه بعد سنه نراه يكبر وينمو وياخذ سمعه عالمية أكبر فأكبر. لله الحمد يعتبر هذا المعرض الأكبر في الشرق الأوسط ضمن أكبر 5 معارض في العالم. لله الحمد هذا العام تشرفت الكويت باحتضان ممثلين ل 43 دولة، بالإضافة إلى ممثلين مكتب اختراعات دول مجلس التعاون الوايبو العالمية، وكذلك نفخر ب دعم منظمة يونسكو لفعاليات النادي العلمي في هذا المعرض السنة الأولى. I'm very pleased to be here as the U.S. ambassador here. We like to think that the United States is a center for innovation, but what's important this evening and in the coming days is that Kuwait is a center for innovation around the Middle East and especially here in Kuwait. So having this invention fair, the 11th one now, is extremely important. I was just speaking with the organizers of this conference, and I look forward to hearing about the competitors for the best invention and seeing them awarded on Wednesday. But it's not just the people that you're seeing here who brought their inventions, but particularly the young audience here in Kuwait and throughout the Middle East, to encourage people to be interested in the sciences and to want to bring innovation, ابتكار to Kuwait and throughout the Middle East and throughout the world. نبارك للكويت وأهل الكويت افتتاح هذا المعرض بمشاركة 43 دولة، شيء مفرح أسعدنا جميعا. الكلام اللي سمعته من المخترعين يثلج الصدور، إشادة في الكويت وإشادة في سمو الأمير، ويعني رعايته لهذا المعرض لها أثر كبير بنجاح هذا المعرض. أحب أشكر الجميع على حضوركم اليوم، وأقول لكم المكان مفتوح لكم بكرة وبعد بكرة إلى حفل الختام لتحديد الفائزين. العدد كبير يثلج الصدر، الكلام اللي نسمعه يفرحنا جميعا. نبارك لكم هذا المعرض ونبارك للكويت نجاحه بالافتتاح العظيم هذا اللي حصل اليوم، وندعو الجميع للحضور اليومين القادمين لمشاهدة هذه الاختراعات والمنتجات وممكن الاستثمار فيها. يعني إن شاء الله ربي يوفق الجميع ويكمل على نفس المسيرة ويكبر هذا المعرض معاكم وفيكم إن شاء الله. Yeah.